بدنا نعيش في عصر أبسط أفعالنا فيه لها تأثير كبير على حياتنا وعلى المحيط الذي نعيش فيه. فقد أصبح نمط حياتنا اليوم يهدد أرضنا التي ننتمي إليها بالاندثار، وذلك بتلويثنا للهواء الذي نتنفسه وللماء الذي نشربه وللأرض التي نمشي عليها. ولكن ليس على الأمور أن تسير على هذا النحو، لأن ما تقدر عليه أنت يمكن أن يغير مسار التاريخ وينقذ البيئة. قم بإعادة التدوير، شارك في حملات النظافة، توقف عن تبذير الطاقة، لأنك قادر على إيقاف النزيف وإيقاف التلوث.